وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الوزير بني غانتس سيقوم بزيارة رسمية للمغرب يوم 24 من نوفمبر تشرين الثاني، وسيوقع اتفاقات تعاون أمني مع المملكة. وتصادف زيارة بنت مع وصول المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط روبرت مالي إلى القدس. ولفتت صحيفة هارتس أن بنت لا يعتزم لقاء روبرت مالي، ونقلت مصادر مقربة من بنت أن عدم اللقاء ليس من باب مقاطعة روبرت مالي، بل بهدف عدم خرق قواعد البروتوكول الرسمي وبسبب مواقف مالية المؤيدة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. متابعة لهذه التطورات ينضم إلينا من القدس مراسلنا أحمد الدراوشة. أهلا بك أحمد، ماذا في تفاصيل زيارة مالي إلى إسرائيل التي تأتي قبل استئناف المحادثات مع إيران في أواخر الشهر الجاري، وماذا عن مقاطعة بنت لمالي واللقاءات الأخير مع باقي المسؤولين الإسرائيليين؟ صباح الخير ميرا. مالي التقى بمسؤولين إسرائيليين بارزان، هما وزير الدفاع ووزير الخارجية. أيضا التقى بمسؤولين أمنيين آخرين لم تحدد طبيعة عملهم. على المستوى السياسي، قال مصدر سياسي إسرائيلي إن هذه اللقاءات كانت جيدة، وأن الأمريكيين يتفهمون الموقف الإسرائيلي، ولكن لا يتم الاستنتاج من حديث المسؤول الإسرائيلي أن الولايات المتحدة ستأخذ بالحسبان المعارضة الإسرائيلية الواسعة جدا للعودة للاتفاق النووي. إسرائيل تعارض هذا الاتفاق بشدة، تعتبر أن الهدف الإيراني من مفاوضات فيينا المقررة في نهاية الشهر هو شراء الوقت وليس بالضرورة العودة إلى الاتفاق. وهذا تحديدا ما عرضه المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون على مالي، حيث عرضوا عليه وثائق استخباراتية تؤكد أن إيران لا تسعى إلى العودة إلى الاتفاق النووي، إنما إلى شراء الوقت. سياسيا بطبيعة الحال مالي شخص هو غير مرحب به في إسرائيل بالمعنى الشخصي طبعا وليس بالمعنى السياسي. نفتالي بنت امتنع عن لقائه، أيضا كان هناك حديث أن الوزراء الإسرائيليين سيمتنعون أيضا عن لقائه، ولكنهم في نهاية المطاف التقوا به نظرا لأنه يمثل الولايات المتحدة. إسرائيل تعتقد أن مالي هو المسؤول عن تجاهل إسرائيل خلال مفاوضات الاتفاق النووي في العام 2014، وتعتقد الآن أنه هو الذي يدفع الإدارة الأمريكية نحو عودة إلى الاتفاق النووي بأي ثمن كان مع إيران. إسرائيل ترغب بتعديلات جدية على الاتفاق النووي، ترغب بأن يكون ملزما أكثر، ترغب بأن يكون شاملا أكثر، أن يشمل قطاعات إيرانية أخرى مثل قطاع الصواريخ، مثل الطائرات المسيرة، وأن تشمل التموضع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا الطائرات المسيرة التي تقوم إيران وفقا للدعاء الإسرائيلي بنقلها إلى حلفائها في لبنان وفي قطاع غزة في سوريا وفي اليمن وفي كل هذه المناطق. من الواضح أن الولايات المتحدة لا تتفق مع إسرائيل على هذه البنود تحديدا، هي تفصل بين الاتفاق النووي وبين الأمور الأخرى. هذا تحديدا ما يزعج إسرائيل. خلال الأسابيع الأخيرة شهدنا عدة تدريبات عسكرية سواء في البحر الأحمر التي شملت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين. كانت هناك أيضا تدريبات برية بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي في النقب جنوبي البلاد. كل هذه التدريبات وفق المحلل العسكري لصحيفة هآرتس عام إسرائيل لا تشير إلى خطر عسكري وشيك، إنما تشير إلى أن إسرائيل ترغب بأن تكون في حالة جهوزية أكثر وليس بالضرورة ضمن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران وشيكة جدا. كما يحرص مسؤولون إسرائيليون على التذكار كل فترة وأخرى أن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة إلى إيران. والكلام طبعا للمتحدث العسكري باسم هآرتس الذي يقول أيضا إن هذه الإشارات المتباينة سواء سياسيا على مستوى اللقاءات مع مالي أو عسكريا على مستوى التدريبات في البحر الأحمر وإسرائيل لكثرة ما هي موجودة ولكثرة ما هي متعارضة فإنها لا توصل في نهاية المطاف إلى هدف واحد وحقيقي. إسرائيل تسعى من الولايات المتحدة أن يكون الخيار العسكري هو خيار موجود على الطاولة، مطروح على الطاولة، ومن دونه وفق الرواية الإسرائيلية لا يمكن لإيران أن تعود إلى الاتفاق النووي، لأن إيران بحاجة إلى تهديد عسكري جدي يدفعها لهذا الأمر، وهي ترى أن التصرف الإدارة الأمريكية الحالي لا يشير إلى هذه التصرفات. وهذا
السبب في أن إيران ستماطل وفق الرواية الإسرائيلية طبعا في العودة إلى الاتفاق النووي، ولكن الأعين تتجه نحو اللقاء المقرر لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس المقرر أن يزور واشنطن في نهاية الشهر الجاري. ميرا، ولكن ماذا عن زيارة مالي تحديدا؟ يعني مالي يقوم بهذه الزيارة كما قلت قبل المحادثات مع إيران، وهناك يعني رسائل محددة يريد توجيهها إلى المسؤولين الإسرائيليين. هل يمكن القول اليوم أن مالي نجح أم فشل في هذه الزيارة وفي مساعيه لإيصال رسائل إلى رئيس الوزراء تحديدا أيضا الذي أصر على مقاطعة مالي؟ اللقاءات التي يجريها مالي هي محاطة بسرية كبيرة جدا، ما يرشح عن تفاصيل هو قليل جدا، وبالتالي لا يمكن معرفة ما الذي قاله مالي للمسؤولين الإسرائيليين الذين ألتقاهم. ولكن أيضا نتيجة للتصرفات الإسرائيلية لعدم الحفاوة في الاستقبال، لن تجد ميرا صورة واحدة لروبرت مالي في إسرائيل وهو يلتقي بالمسؤولين الإسرائيليين، على خلاف عادة إسرائيل التي تبتهج عادة بكل زيارة لمسؤول أمريكي فيها. إسرائيل أيضا ترغب في أن ترسل رسالة لروبرت مالي والولايات المتحدة أن الاتفاق النووي يلزم الموقعين عليه فقط ولا يلزم إسرائيل، بمعنى أن الإدارة الأمريكية السابقة إدارة باراك أوباما حينما توصلت إلى الاتفاق النووي في العام 2015 طلبت من إسرائيل التوقف عن عملياتها ضد منشآت نطنز وغيرها داخل إيران. ما تود إسرائيل الآن هو حصول على ضمانات من الولايات المتحدة ألا يلزم هذا الاتفاق النووي إسرائيل، بمعنى أن عملياتها داخل إيران ستستمر حتى أثناء المفاوضات وحتى أثناء الاتفاق النووي، ومن غير واضح إن كان هناك توافق إسرائيلي أمريكي حول هذه النقطة تحديدا أو لا، لأن الولايات المتحدة تعتقد أن إن استمرت إسرائيل في عملياتها داخل إيران عندها لن تقوم إيران بالعودة إلى الاتفاق النووي أو حتى الاستمرار في المباحثات، وهذا ما يقول مسؤولون إسرائيليون أنه سبب تسريب الإدارة الأمريكية لعدة صحف أمريكية مطلع العام الجاري عن العمليات البحرية التي رفضتها إسرائيل ضد السفن الإيرانية، ولولا النشر الأمريكي لما عرف عن هذا الموضوع تحديدا. هناك تباين أو حتى فجوة هائلة جدا بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة في كل ما يتعلق بالاتفاق النووي، ولكن أن المؤكد أن المواجهة العلنية التي كانت بين إدارة باراك أوباما وبين حكومة بنيامين نتنياهو ووصلت ذروتها في الخطاب الذي ألقاه بنيامين نتنياهو في العام 2015 في الكونغرس بدون دعوة الرئيس الأمريكي بدون مقابلة الرئيس الأمريكي فقط عبر التنسيق مع الجمهوريين لم يتكرر خلال الفترة المقبلة، وستتعامل إسرائيل وستسعى إسرائيل إلى تجنب أي صدام علني بينها وبين إدارة جو بايدن حتى لا ينتقل إلى ملفات أخرى غير الملف النووي الإيراني. ميرا، مراسل التلفزيون العربي في القدس أحمد الدروشة، شكرا لك.